اهلا بحضراتكم من جديد. يعني انضم لي الاستاذ كمال عامر الناقد الرياضي ومدير تحرير روزر يوسف. اهلا بيك يا فندم. كابتن منور الدنيا دايما. شياكه و لا انت اللي شيك النهارده والتناكه وكل حاجه حلوه. وانا بس النهارده عشان لا ده قاعد مشدود. لا ده البساطه هي دي. لا دي رساله موجهه مش انت مش سايب نفسك للصدفه. لا مساء الفل عليكم وعلى كل الناس المشجعين. ربنا يخليك مشاهدين. وانا بس يا جماعه يعني اعذروني ان انا مشدود النهارده كده. انا عمال اهرب منكم بقالي كام يوم. ليه؟ مش بعد الماتش كده عارف احنا بقى احنا جماهير دلوقتي. يعني جماهير فعلا سيبنا يعني بقى مكاننا وبقينا انضمينا للجماهير. اه والله جماهير. عايزين نفرح. عايزين نخلص نفرح. وبعدين تعبنا قوي في الكاس دي بصراحه. نعم. واحنا احسن فريق. تمام. فمش معقوله نيجي في الاخر. لا يعني لا ده لو على رقبتنا. انت كانت ضايع يا كابتن منك خمس اجوان كان ممكن تخلصها في ده في ربع ربع ساعه الاولين ثلاث اهداف محققه. وبعدين كمان بقى انا اول مره اقول انا مش عايز حد يجي يصدق ان هو فرقه جامده على الاهلي بصراحه. يعني انا مش عايز اقول بقى اللي اتعمل علينا ماتش تكتيكي والناس طلعت بقى ده والله لا كان في تكتيكي ولا بتنجان بس خلينا يعني العلامات مميزه كده لاي حد. انا عندي ابني كده في ثانيه هندسه قاعد جنبي قال لي حاجه مهمه جدا. انت كنت علقت على حاجه مهمه جدا. الطيب حتى كان في 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 التعليق وقال اربع خمس جمل هم فعلا ايه حته فنيه محترمه جدا. هي في بس يعني انت شايف الاجناب بتاعتك هي دي هي الفكره وهي كل حاجه حلوه والسرعه عندك والارتكاز بتاعك حلو كل حاجه. الحته دي اتعطلت وهم عطلوها ايه بالرقابه اللصيقه للنجوم بتوعك في الحته دي. فانت اصبحت ما فيش حته او مدخل قدامك الا تيجي في الوسط. هو عامل لك مصيده. انا قلت اكيد حد هياخد باله ويكسرها اكيد. معرفش ايه معلول داخل وفي بقى حته الشمال كان معلول هو الرمز بتاعها. انا شايف مؤمن ايه برضو راح جاي في حته وراح واقف فيه فالتاني جاي التاني فبدا شويه حاجات كده. يعني بالامانه انا بقولها لك يعني هل الحماس وصل ان احنا ما خدناش بالنا كلنا؟ هل الحماس لاي حد كان ممكن؟ لكن على العموم انا شايفها برضو ايه مباراه ايه. انا اتمتعت ان فرقتي حلوه لان النادي الاهلي كان حلو وكان اقوى وكان كل حاجه. اوعى تفتكر ان اللعيب من هناك يمسك الكره ويقعد على الواقف بتاعه يقول لك لا ده ايه ده الثقه. لا 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 خالص. ثقه ايه ده؟ اي حد لعيب في وسط الازمه دي ممكن يوقف ويهدي. انا شايف كل واحد ادى دوره لكن هي فيها تركية بسيطه ممكن ايه يتلاشوها في المره الجايه. واعتقد ان شاء الله باذن الله تكتمل الموضوع والتاسعة ان شاء الله تبقى اهلاويه باذن الله. انت عارف يا استاذ كمال انا يعني الموقف ده انت دلوقتي حضرتك بتتكلم كده العمق ومعقول احنا مش واخدين بالنا الناس كلها. عارف يا شباب عارف الفتوه اللي هو الفتوه اللي نازل بقى يتخانق مع حد كده هيضربه هيضربه تمام وبعدين راح ايه واخد بنيه فهو عمال يضرب ومش عارف هو بيضرب فين. ما بيضربش في النقاط المؤثره بالنسبه له او في حاجه جات له في ودنه وعمال يعمل كده في ودنه ففقد الارتكاز. لا هي دي. وشوف اللعيبه عندك حاجه فايقه كابتن لما داخل فيه الجون ازاي يا جماعه مش ده السيناريو بتاعك. وبعدين الجون ايه كره عرضيه وثلاثه عندك اهلي ما هو واقفين لا فرصه ايه وانت عندك الدفاع كله ثلاثه واقفين ورا. مش عايزين برضو ايه لازم يا جماعه بالشجاعه ان انت في قناه الاهلي بتقول الاهلي في مشكله كذا 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 ولازم ننتبه. في حاجه ثانيه مهمه كابتن. اوعى تفتكر ان كل لعيب وانت اعتقد حاسس ودايس عايز يصنع عايز يبقى جزء من المجد لعيبه واداره وكل ما هو في المنظومه الحمراء عايز يبقى يقول في سنه كذا 2017 احنا حققنا كذا كذا. انا اعتقد ان يعني كانت تابلوه حلو قوي. كان في حته بقعه كده في الحته في الاخر كانت عايزه تكمل وان شاء الله. ما كانش حد متوقع في تونس الماتش اللي فات. انا في المباراه ما شفتهاش. كان في مجلس اداره المصري عامل اجتماع كنت انا معاهم جوه. فعدنان حلبيه عضو مجلس اداره بيقول لي الاهلي هيعمل ايه؟ قلت له بص انا اعصابي انا مش شايف الماتش مش هشوفه مش شايف مش قادر استحمل. فجاه كده انا داخل لقيته يا اولاد المحظوظه خلصتوا الموضوع. اتمنى من عدنان حلبيه يقول لي يا اولاد المحظوظه برضه ان شاء الله وتكمل باذن الله يا رب يا رب. يعني ان شاء الله ربنا ما بيضيعش طعم حد. واحنا تعبنا جدا في البطوله دي والفريق الاهلي هو الفريق اللي يستحق هذه البطوله ان شاء الله ان شاء الله يا رب تكون شايلنا خير كده زي ما شلت مصر كلها خير في اخر ثانيه بضربه جزاء تريزيجيه اللي حطها محمد صلاح. يا رب يبقى كده الخير والفرحه وخليك ضربه جزاء والكاس لا ان شاء الله في المغرب ان شاء الله. ما انا مش عارف بقى الحكام. انا اتكلمت على الحكام والله اتكلمت وايام قلت الاتحاد الافريقي لو سمحت هاتوا لنا حكم. مش عايزين اتعاطف واحد في المليون معانا عايزينه بس يدينا حقنا يدينا ابسط حقوقنا. ضربه جزاء في نهائي مش عارف. لا لا ما انا يعني ما هي ماتشات كده برضه حكم واكيد مش قصدها لكن هي يعني معلش خلينا بتحصل كتير قوي عقبه ان شاء الله تكمل وتكمل باذن الله يا رب. انا بقى حابه تتكلم على الجمهور. اوه يلا تمام خلينا بص المباراه لاني انا ما اتفرجت عليها كان اكثر وقتي ان انا بركز مع الجماهير. منظر ما فيش بعد كده يعني انت ايه من افضل الصور اللي ممكن وجدانك يحملها لسنوات طويله. هي المنتخب ده حدوته ثانيه لكن انديه اهلي وزمالك واتحاد ومصر وخلافه لازم نقف وقفه هنا شويه. جماهير ما سكتتش. جماهير الاهلي في بعض المباريات النادي حضرتك جماهير الاهلي
في بعض المباريات اللي في الدوري المحلي ممكن تغضب من لاعبتها، ممكن تشتم حاجه، تشتم لاعب، ولا امور عاديه في كره القدم. لكن في المره دي جمهور من اول دقيقه لاخر دقيقه واقف وبيشجع. كابتن تعالى نرجع بقى، هي الموضوع هو ايه؟ هم دول مجانين؟ لا لا لا، دول مهووسين بحب فرقتهم، دول العنوان بتاعهم. انا ألترس، انا اهلي، انا الكبرياء والكرامه، انا بشجع، اسمي ارتبط مع الاهلي بالظبط من ساعه ما اتولدت. النهايه بتاعتي اللي هي نهايه حياته برضه مع فرقته. لا لا، انا شايف منظر يعني حاجه تخليك لازم تقف عندها وتشيد بكل واحد. رساله من الملعب من برج العرب في المباراه دي تحديدا لكل المنظومه الرياضيه دي الاداريه. النهارده دي في تمرين النهارده، لا تمرين النهارده كانت حاجه ده العالم كله بيتكلم على النهارده. يعني ايه؟ الناس مشتاقه لفرقتها، مشتاقه ان هي تقرب منها. ناس كلها يعني تعرف دول جايين من المحافظات وجايين من كل حته يا كابتن، ودول ألترس وغير ألترس كمان، لابس تيشيرت النادي الاهلي قاعد يشجع. دي الرساله من استاد التتش لكل المصريين. دول انضف وانقى عناصر اللعبه عندي. ناس ما بتاخدش فلوس من حد، ما بتقبضش، سيبك من الاشاعات وسيبك من البتاع وسيبك من الكلام اللي هو بيطارد المجموعات ديت. ناس كل هدفها ان هو عايز يشجع فرقته خالص. عايز فرقته تكسب، عايز يشجع فرقته، عايز يموت عشان فرقته تكسب. لا وعايز ده في النشيد بتاعه عايز يقول كمان ايه، انا ايه يعني، انا مشارك وعايز يعني هدفه كل ده. وكل ده اتمنى ان ظاهره الألترس ده الألترس الايجابي. حاجه ثانيه كمان، افرض في وسط الالوف المؤلفه دي في 200 واحد وحشين، انا ما عممش مهما كان مين ده، ما في كل مجتمع، في هنا وهنا وموظفين وعمال وبتاع، في ناس اللي بيسرق ده مين واللي ولا ما نعممش زي ما بنعممش الجريمه على اي حد. عشان كده لازم نلقط الموضوع ولادي. لا لا لا، عدل لا ما لا، ما هو يعني مشكلتنا في مصر وبكره يعني مؤسسه فيها واحد حرام، ايه القضيه؟ يبقى المؤسسه كلها حرامية. الدكتور اللي جاي بيعمل عمليه اجهاض وبتاع، الدكاتره وحشين؟ لا ولا حاجه ولا تفرق خالص. عندك مجموعه لازم نعظم الفئه ده، ده بيشجع فرقته. يا جماعه يا ريت عندنا في كل حته، في كل شارع في المدينه، ألترس المدينه، ألترس الشارع، هينضفوا ويروقوا ويحميوا ويظبطوا. هي الميليشيات الشعبيه كانت ايه؟ ما هي كانت كده يعني ده اللي انا عايز اقوله لك. هنكمل كلامنا عشان معانا بس كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن علي ماهر حبيب قلبي. كابتن ماهر، كابتن علي، ازاي يا كابتن علي؟ كابتن علي هتقولنا تاني اتفضل. فخلينا نتكلم في الجماهير، الجماهير في المباراه وفي التدريب. في التدريب لازم نقف عندها، ودي لازم بقولها وبكررها. كل الذين يسعونا بالاونطه وبالكلام، لان الواحد اتضايق خلاص، كل مسؤول يقول اصل انا هشوف اصل أنا. لا، انت لازم يكون عندك شجاعه. اي مسؤول مهما كان بيلمس في الموضوع ده عندك شجاعه والدخل، وتكون عندك قوه. ما احنا البلد كلها في قوه دلوقتي، قوه في مواجهه الاسعار وقوه في كل حاجه. مش معنى دي اللي عمالين نقف ونقعد نقدم رجل ونرجع. لا، جماهير النادي الاهلي في المباراه الاخيره رساله واضحه ان انا موجود. انا يعني بص هو كان في عمليه حراسه، في عمليه تامين، هم اللي امنوا نفسهم. وهم الرئيس السيسي قال كلمه مهمه جدا، اتفاهموا معاهم، اشركوهم. كلمه اشركوهم يعني ايه؟ طب استنى ناخد علي ماهر عشان الكلام ده مهم جدا. اتفضل كابتن علي ماهر، مدير فن الاستوديو حبيب قلبي. ازيك كابتن علي؟ حبيبي يا حميده، جميل. عامل ايه يا حبيبي؟ عامل ايه؟ بص عليك استاذ كمال عامر. بس كمان ازي حضرتك كابتن كباتن والجنتله الشياكه كلها علي ماهر حبيبي. يعني ربنا يخليك حبيبي، كنت احسن. الله يخليكم يا كابتن. طمنا عليك الاول يا كابتن. الحمد لله 100 100، الحمد لله رب العالمين. 100 100 تمام، كله تمام الحمد لله. وما شاء الله انا بمسك الخشب كل ما اكلمك، ما شاء الله ما شاء الله على الاداء والنتيجه. طب هتقولنا تاني هو علي في الاسيوطي ولا ايه بجد؟ في التمرين؟ طب يلا معلش خلص. بصراحه الكلمتين دول مهمين جدا، ربنا خلي بالك. فكره ثانية، الكلمتين دول مهمين جدا يا جماعه. يعني لو هنجيب التليفون هاتو علشان نكمل كلامنا المهم جدا ده. عشان عايز اتكلم في حته ليه اعمم؟ ليه اقول ان دول ودول ودول ودول؟ انا مش عايز اقطع الجزئيه دي، مهمه قوي بصراحه. الاعلام فيه مشكله اخطر، وهو السبب، هو اللي بيثير الازمه وهو اللي بيعمل الازمه. لان افرض فيه مشكله، افرض في اي حاجه في ما تيجي يا عم نيجي نحاور الناس دول. مش دول هم برضه، هم دول بتوع طلبه الجامعه، وهم دول في كل حاجه. هو دول في البطاقه، انا بشجع الاهلي او المصري او الزمالك او بتاع. لا، ده شباب مصر. شباب مصر لما جينا نقرب ونعمل حوارات زي دلوقتي، الحوارات اللي بتنطلق من شرم الشيخ او هنا وهنا، ما تحاوروا دول.
ما تحولوا دول برضه. وخلي بالك من التراس ووايت نايتس وكل المجموعات دي وجرين ايجلز وكل دول موجودين، مجموعه موجوده في المؤتمر الشباب، لان بيندمجوا في المؤتمر. يعني هم شباب. اذا ليه احنا دلوقتي عندنا ازدواجيه؟ مسؤولين عندهم ازدواجيه، عندهم شيزوفرينيا في التفكير وفي التفرقه وبتاع. خلينا عندنا الشجاعه من المسؤول ان هو ايه، عش الدبابير، والقوه انك تيجي تتكلم وتعمل وتناقش معاهم. عيال زي هم دول شباب مصر، هم دول ولادي اللي انا بدافع عنهم في كل وقت، وحتى ما جم ينكسروا برضه واقف معاهم. لكن هو في حاجه، اي ديفو او اي سلوك غير سوي كلنا بالظبط كلنا بنقول لا. كلام محترم. اقول لك بقى حاجه كابتن، كلام محترم قوي. انت قريت القانون؟ لا ما قريتش القانون. في حاجه الشغب بقى، ما فيش حد في مصر من الاعلاميين مع الاسف خد باله من القانون. كلنا نشوف الاسترشاديه ومش استرشاديه، وسيبنا اخطر ما هو موجود في القانون. مقاومه الشغب. الشغب بيبقى يا كابتن لو انت دخلت بطاقه مزوره نهارك مش هيعدي في سجن وغرامه، ادي واحد. لو انت دخلت بالصاروخ ده ولا بالشمروخ ده اللي ابني بيشتريه ب 60 جنيه من السويس ومش عارف ايه، يوسف عشان ده مكسور انا ببلغ عنه كويس، معلش يا يوسف مش هيدخلني البيت. يوسف ده طالب هندسه، خلي بالكم يا جماعه من يوسف. يعني عايز اقول في ايه، لو انت شايله ومسكوك بيه في حبس او غرامه. اثنين، لو انت اطلقته في حبس وغرامه. ثلاثه، لو اقتحمت الملعب وما فيهوش لعب في حبس وغرامه. لو اقتحمت الملعب وفي لعب في حبس وغرامه. لو تعرضت بالاذى لكل المنظمين، شرطه او ايا كان مين، كرسي ايا كان في اي بتاع، برضه في حبس وغرام. لو الحقت الضرر بواحد واصابته في حاجه في حبس وغرام. لو موتته في حاجه، اذا انت ايه بقى؟ انت خايف من ايه؟ انت ما عندكش رغبه انك تعمل حاجه، انت عمال تلعبنا، انت عمال تخلي الناس تحرق الناس. عايز اقول لك حاجه ثانيه وبكررها لك، الملاعب دي بالنسبه للجماهير عباره عن بتتنفس من الكابتن اللي عندها حرام عليكم، بدل ما يبقى متفجرات وهنا وهنا، ما تديله يقعد شتم. ايه يعني شتم؟ مين اللي ما شتمش في مصر كلها؟ ده كل ما المسؤول يكون في عليه جدل وبتاع 10 على 10 ولا حاجه. خلي الناس تتنفس، بكررها لك، وافتح ملاعب الكره وخلي الجماهير تقعد. لا ده شوف، ده خلي الرياضه تتنفس بيهم. لا انا يعني ما هو أنا ده انا بحترم طبعا كلامك جدا، لكن انا هزود على كلامك ان احنا اللي بنتنفس بالجماهير دي. وبعدين ايه المشكله ان هم يشتموا؟ ما هم يعني هو ربنا خلى الناس دي سبب يعني ان احنا نقعد وان احنا نبقى عندنا يعني الحمد لله يعني، بس نعم. الناس دي سبب في النعمه اللي احنا فيها. تمام. فلما يشتموا ايه المشكله يعني؟ لا يعني عايز اقول يعني ماشي يا عم، يعني هو بيشتم حاجه وخلاص، هو اللي بيدعمك، هو اللي بيقف وراك، هو اللي بيستحملك، هو اللي بيموت عشان هو ما بياخدش حاجه. وده ما يمنعش ان في تذاكر في التذاكر مزوره كتيره قوي وبيمسكوها، وفي تذاكر في اكثر الاماكن او اكثر الحاجات. خلينا بس نحل، انا عندي ما هي بتجيله، خلينا نتكلم عشان نحلها. اذا انت الكابوهات او المجموعات اللي هي ماسكه او مشرفه على الحاجات دي لازم تاخد بالها، لازم انت بتعرض ابني للضرر، يوسف بتعرضه للضرر، وانه ممكن يموت وممكن يتسجن وممكن كده. عشان كده لازم كلنا ايه، نحاول مع الناس اللي هم بيعملوا حاجه وحشه. لكن انا ما اقفلش الستاره خالص، لا اقفل الستاره يبقى انا مسؤول ضعيف، اقفل الستاره يبقى انا اعلام ما عنديش افكار ملهمه، انا ايه عم بتكلم من بطني مش من دماغي. اقفل الستاره انا ما عنديش ما اقعد مع الشاب الصغير كاعلام، الشاب الصغير ده بتاع الالترس او ايا كان وايت نايس او خلافه، هو افضل مني مراحل بمراحل لانه مثقف، ولا بيقعد على الكمبيوتر كده انا راجل يعني يعني هو لازم احترمه. هم بيطالبوا بالاحترام، احنا ما بنحترمهمش. يعني هو ما بيجي في توقيت معين، الجماهير في المدرجات وبتيجي تقول لك احترمني انا موجود. انا ممكن ابقى ايجابي. حصل كتير قوي في النادي الاهلي، اخر مباراه فاز هنا بالارنالدو او 1-0، كان في البطوله، اخر بطوله الاهلي خدها كانت هنا من 3 أو 4 سنين. الجماهير اللي دخلت، مهندس خالد عبد العزيز دخلت قبل تفتيش وقبل، راح لهم هو وزاره الداخليه ورجال الشرطه، قال لهم يا جماعه انتوا بتحبوا الاهلي هيبقى مهزوم، لازم ترجعوا تفتشوا ولا حاجه خالص. حاضر، رجعوا وكانوا قدموا اروع، يعني هم اللي فازوا مش اللعيبه. اثنين، في مباراه سموحه كانت بعدها، راحوا اقتحموا الملعب ودخلوا، راحوا لهم برضه القيادات الداخليه وبتاع، يا جماعه انتوا الاهلي مش هو ده الكيان، وهو من فضلكم الاهلي هيبقى في 2-0 هيبقى في مهزوم، فانتوا وثلاث بونت هتضيع، انت يرضيكم؟ لا خالص، راحوا خرجوا وراحوا داخلين تاني. اذا عايزين الاحترام، الاحترام من الناس، لكن ايه؟ الحق تبلغ عنهم، لا اسف جدا، انك انت تعادي الناس عندهم، لا اسف جدا، انك تيجي في وقت من الاوقات وتستخدمهم لصالح تمرير رساله ايا كان لصالح مين في اي، لا اسف جدا، دول مش اللعبه بتاعتنا، دول ولادنا، خليهم جزء من النظام، وخلينا زي ما احنا بندعو كلنا ان احنا ندمجهم في المجتمع، ندمجهم وحاورهم قوه مضافه جميله جدا لمصر الله. والنادي الاهلي والنادي الزمالك والنادي المصري والنادي كل الانديه. جماهير دول حته مننا، دول ولادنا اللي لازم نحافظ عليهم، مش نحبسهم ولا نقتلهم في الملاعب. ده ده ده, ده كلمتي. النادي الاهلي تحديدا في المباراه اللي فاتت ديت، جماهير النادي الاهلي ده حاجه لحد اخر لحظه، مفيش
حتى المنتخب قبل كده برضو لو تلاحظ في المباراه الاخيره للمنتخب جماهير لحد اخر لحظه جماهير مصر كلها. هسال سؤال بعد ما دخل مش هي الجماهير دي هي الجماهير اللي بيقولوا عليهم 1 2 3 4 وهم الجماهير اللي بتعمل مشاكل في مباريات كذا وكذا اللي هي محليه. الفرق في حاجتين بيحصلوا، ان في استنفار اعلامي في كل حته في مع المنتخب. يا جماعه مصر بتلعب، الولد عنده وطنيه احسن من اي واحد من اللي بندعي كلنا في قدام التلفزيونات، واحسن مني وافضل مني بمراحل، التراس او جرين ايا كان، وايت ناس وخلافه، ناس ايه، هو اشجع مني لان حياته كلها تشجيع فريقه. ايه اللي حصل في الفتره اللي فاتت؟ راح وشجع ده المنتخب، ولا مفيش بعد، مفيش دي فوق. والاهلي تعال، لا انا بتكلم على حته الاهلي كلها من اول ما قلنا 20000 30000 50000 نموذج في هو عندما استشعر ان فرقته عايزه، وان هو بيتحداك، يعني خلي بالك ايه، هو بيتحداك انت عملتني باحترام وبتاع، ومصر كلها والاعلام كله الاهلي خلاص ماشي. حتى الاصوات اللي هي كانت معارضه للاهلي راحت امتنعت او ايه، سندت النادي الاهلي، وده حاجه محترمه جدا. زي ما يكون بيلعب الزمالك اصوات الاهلي الغاضبه برضه تتكلم، والفيسبوك كل ده له حدود. لكن رغم ذلك كل جماهير الكره المصريه او المتعصبين ضد الاهلي امتنعوا، وده حاجه كويسه قوي. والمنتخب كله الرسالتين بيقولوا ايه؟ ان احنا مصر عشان مصر، شفنا الحجر المحترمه اللي ما فيش بعد كده. الجماهير اكتر من 80000 واحد بيروحوا هناك. شوف الناس اللي هم ايه، ازاي تروح برج العرب، ده ماساه عشان تروح برج العرب، وازاي عربيتك تعملها هناك. لكن رغم ذلك الكره جذبت الناس، عايز يروح يشجع، عايز يحس قدام نفسه ان هو جزء من الانتصار. حته الاهلي بقى تحديدا، راحوا مش هم دول اللي احنا بنعمل وبنعمل وبنعمل، هم دول اللي مع الشرطه بيزعلوا، وفي شد وفي جد وفي ايه، ونعمل ونجري وراه. ايه اللي حصل النهارده الاستاد التتش مش عايز اقول لك عامل ازاي. جماهير ماليه الاستاد تحت وفوق، التمرين اصلا باظ اللي بالك أساساً. على موقع الفيفا والجرايد الايطاليه والانجليزيه، العالم كمان كله بره الاستاد. نعم. مفيش مكان تقف فيه من الجماهير. والسؤال بقى مهم، هل في ضابط؟ هل في عسكري؟ ولا في حاجه خالص. مين اللي عمل الكيمياء دي؟ مين اللي عمل الصوره دي؟ هم. اذا هم قادرين، لازم نحترمهم. برضو في حاجه ده لازم ااكد عليها، النادي المصري بيلعب بره في برج العرب بقاله كذا سنه، في برج العرب مفيش في ملعبه. لما يكون في مباراه له، الجماهير هناك اكتر من 35000 واحد، نظام الواي فاي بيشوف المباراه. انت هتشوف من غير عسكري، من غير حاجه. شوف القمه، شوف الرواقه لجماهير الكوره هنا وهنا. شوف الاسماعيلي، شوف ايه ده، ايه الجمال ده. تقعد تبص، والله العظيم ما قعدت ابص كده، لا 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 لا، دول يستحقوا سام الاحترام زي ما انا بدافع عنهم في كل حته. وبقول خلي بالك، انت عندك قانون وكل بقى. احنا بقى لو اعلام جينا وايه وحسسنا المجموعات الغاضبه من بين جماهير الانديه كلها، خلي بالك في قانون، ونكتب ونقول وبتاع، اللي هي المواد اللي هي تغليظ العقوبه اللي موجوده، والحاجه يا السجن يا والغرام، تقول له كده، حتى المجموعات دي هتتراجع. اول حاجه برضو بكررها، ابني كان سنه 11 سنه، يوسف، كان يوسف وعمر كانوا صغيرين، كان في مباراه الاهلي والمصري والجزائر في استاد القاهره اخر مره من سنوات. والله العظيم رحت وديتهم وسبتهم وبتاع، فلقيت يوسف بيكلمني، انا انسى لوحده. قلت له اجي اخد؟ قال لا، جمهور الاهلي راح وصلوه للبيت، وادى سنه 12 سنه. حاجه ثانيه، والله العظيم ده حصل، رجله مكسوره وعايز يروح مباراه المنتخب. راح له ايه، هو انت عارف عنده صليب وبتاع، بيمشي كده ومتشد البتاع، بيشد رجله ما تتحطش على الارض. راح في ام لعيب كره ولا ام جمهور وبتاع، شافوه راح واخدينه وودوه شاف المباراه ورجعوه البيت. لا لا لا، انت قدام قيم اخلاقيه مش متوفره في غير الجماهير. يعني شوف، جماهير الزمالك او جماهير الاهلي لما يكون في مشكله عند اي واحد، كل ما تتعصب لناديك ده حاجه محترمه، وخاصه تعصب ايجابي. ده انا ما يخافش منه، لكن انا اخاف من ايه، في بعض الناس. في بعض الناس، ايه القضيه؟ ايه القضيه؟ في واحد بسيط، وفي واحد يجي يروح لك مع الاهلي مثلا تونس او المغرب، يقول لك لا مين اللي اداله فلوس، يروح مع الزمالك الحق مش عارف مين. مش لا. عارف انا بصراحه، عارف بيحصل حاجه غريبه جدا. لا ده دلوقتي عيال غلابه، بيروح يشتري موبايل بالقسط او اي حاجه بالقسط، ويروح يحرقها ويديها لواحد يبيعها، ياخد ثمن التذكره ويروح ويدفع الاقساط كلها. ايه القضيه؟ سبحان الله. الحاجه الثانيه، لما يكون في مشكله وبتاع، الزمالك برضه في بنها الوايت نايتس، وهنا وهنا بيعملوا ايه، والاهلي والالترس وبتاع، هم بيلوموا من بعض عشان واحد محتاج حاجه. ايه القضيه؟ ما كل واحد 20 30 جنيه او 50 او 100 جنيه. انا عايز اقول لك كمان، لا يعني قبل مباراه الوداد كنت انا عامل تيكت للناس، ما كنتش متوقع والله الاعداد، يعني لقيت 15000 حد عايز 10 تيكت، 10 تيكت. فمن ضمن الاختيارات اللي احنا اخترناهم، واحد جاي من المنيا، واحد جاي من اسكندريه، جايين كان قبل الماتش بيوم، جم هنا خدوا التيكت ورجع المنيا، وهيروح من المنيا تاني على برج العرب. واللي جالي من اسكندريه خد التيكت ورجع اسكندريه تاني عشان يا نهار ابيض والله العظيم. طب انا كان معايا تذكره، فقلت لابني انا معايا تذكره زياد، فهو انا المهم واحد جاي من مش عارف يعني من الجيزه، وجاي بموتوسيكل كده، ووقع اتاخر لان ابني مستني عشان يديها لي، وقع واصيب. فالواد بيعتذر كذا، فريسة ابني قال لي انت فين وانا اروح اوديها لك. ايه ده؟ ايه ده؟ انا بقول لك، هم يعني
حاجه جميله، حاجه تانية. مش عايزين حاجه، ده بيشجعك بس. انت متخيل واحد بيحبك بس؟ ما انت ده انت عارف انت ما هو ده انت جايبين لهم يا جماعه دول، والله العظيم لو احنا ما سيبناهمش هيجي لهم امراض نفسيه، ممكن هيبقوا حاجه وحشه. يعني خلينا منصفين كده، خليك دايما ابنك. لو انت سبته 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 ممكن يتحول، ما خلاص بتسيبه لحد تاني بالظبط يلعب في دماغه بطريقه. طب ما انت تحتضنه. طب ما انت المفروض القانون الجديد واللائحه الجديده بتقول لك ايه، حتى روابط الانديه تيجي تشهر من جوه الانديه. يبقى انت عارف ويجي يقعد معاهم. انا هقول لك وجهه نظري. افرض الايه حته للجماهير كمان ونبدا بيها. احنا قلبنا الحلقه كلها وليكم. معلش 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 يعني لازم بس غلابه حتى يعني ما مش في قلت حاجه. الاهلي بيلعب مثلا اي فريق جماهير هنا في القاهره، يعني مباراه الاهلي يا اخي دخل جماهير الاهلي وبلاش الخصم خلاص. جماهير الاهلي انت عارف هتعمل ايه؟ تعالى الكابوات 12 كابو او بتاع بقول له يقعدوا في اوضه، تعالى او وايت نايس او ايا كان جرين ايجلز اي حد، تعالوا يا جماعه الاربعه وخمسه المباراه دي جانب منكم انتوا هو اللي ينظمها، منظمها منكم. فيجي مجموعه كمال عامر تنظمها المره دي. انا لما اكون انا اللي هنظم انا اعمل ايه؟ قول لي كده. ده انا موت الدنيا بالزبط. عشان اخد وسام الاحترام موت الدنيا عشان اقول للناس كذا. يجي ايه الناس كلها تشارك وخلاص خلصنا وبتاع، المره الجايه واحد تاني عبد الحميد هو مجموعته الكاب والمجموعه دي وبتاع، المره الثالثه ما اعرفش مين وتبدا الموضوع. ادي جزء ما انت ما جبتش الخصم. في اختيارات كتير بس ما في افكار رضا ما فيش. لا هم بيلعبونا. بص هقول لك حاجه، لا هي عماله تلعب. في حاجه ثانيه كمان برضو عايز اؤكد عليها، النادي الاهلي في مستواه او حاله النادي الاهلي عايشها دي مش عشان فلان ولا فلان، لا 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 لا، الاهلي في حاجات ثابته ومعروفه والناس كلها بتغير من النادي الاهلي وبتحقد على النادي الاهلي. الاهلي في سيستم إيه غير قابل للكسر مهما حصل درجه النقاش في حدود معينه. في سيستم، في حاجه معروفه لازم بنقولها وبنكررها وبتاع. اي رئيس نادي بيمسك النادي بيستلم الرايه مرفوعه، لازم يرفع هو بقى وشطارته يرفعها فوق هو وشطارته يرفعها ما اعرفش ايه عشان يسلمها للي بعده وعشان ايه كل الناس بتشوف مدى ارتفاع الرايه فوق وفوق وفوق. بقول للنادي الاهلي للمكان اللي وصلها من كل المجهود برضه ما ننساش مجهود مجلس الاداره الحالي. مش حد من بره يقول لك اصل مش عارف ايه، روح الفانيله الخضراء وروح لا اسف جدا، روح الفانيله الحمراء في حته معروفه صغيره. ما فيش فلوس عندك مش هتقدر تجيب اللعيب ومش هتقدر تدي له مكافئات ومش هتقدر مش هتقدر. ده لازم نتكلم في الموضوع ده بصراحه عشان نحل وعشان نوقف الموضوع ده تاني. الاهلي بكل القيم الحلوه الموجوده فيه، الاهلي بالمجموعه اللي موجوده بتدير النادي الاهلي. انا ماليش شغل لو في اي ديفو في النادي الاهلي، انت بتحمل المسؤوليه لمين؟ بتحمله مجلس اداره محمود طاهر ومجموعته. لكن ما بجيبش حد بقى مش عارف مين من بقاله اقول الكابتن صلاح، لا خلينا ايه نتكلم ونحترم عقول الناس. الانتخابات مباراه نظيفه لاي حد يكسب هو اهلاوي، لكن برضه ما تجيش نقلل من ده ونقلل من ده ونقلل من ده. اسف جدا ما ينفعش. انا عايز بس ادوم الصوت لصوتك وقلت قبل كده اللي هو ايه قلته اللي هو يا جماعه انا إيه؟ مثلا يعني انا بحب حد مش لازم يعني اتكلم على الحد بقى اللي انا ما بحبوش وحش، يعني انا مش لازم اطلع صوت وحش. حاجه ثانيه بس لازم ده يعني انا بحب الاستاذ كمال وما بحبش الاستاذ مثلا محمد، لازم اطلع الاستاذ محمد ابن 60 وابن 60 وابن 60 خالص. هو اصل احنا ايه، خلي بالك في ايه اللي حصل، ما هو ده جزء من النظام، جزء من الفوضى اللي موجوده. انت قلت حاجه محترمه جدا، الايجابيات او النور اللي موجود في اي حته. يعني انت فزت فرقتك فازت وصلت. خلينا بقى بنلوش، خلينا نعمل ايه زي دعوه محمود طاهر رئيس النادي، المهندس محمود طاهر رئيس النادي لكل المرشحين ان هم يجوا يساندوا الاحمر. لا ده حاجه محترمه جدا وما حصلتش ما حصلتش. انت شفت الزمالك مرتضى منصور عامل ايه، الدنيا مكركبه هناك. حتى انا كاتب مقاله دعوه له، انت رئيس نادي الزمالك من فضلك سليمان والناس كلها مش هتفرق لما تيجي، انت كبير الاسره الزملكاويه زي دلوقتي كل واحد ماسك الرايه هو كده. ما انا مش هقول لحد ان هو كبير. فبنكمل الموضوع. حاجه ثانيه لازم اؤكد عليها برضو، خلينا نتكلم فير جدا. الاهلي دلوقتي الناس كتيرة قوي حاولوا يكسروه وما زال. ناس كتيرة قوي مستكترة على النادي الاهلي ان هو فريق ان هو مجتمع متماسك وما زال. ناس كتيرة قوي في الانديه بتغير، ما هو انت لما الاهلي قوي يجي حد يتكلم يا عم شوف النادي الاهلي ماشي ازاي، شوف الاهلي السيستم بتاعه ماشي ازاي، شوف الاهلي كل الجمال اللي عنده انتصاراته وبتاع محافظ على نفسه من ما هو ده الاهلي زي مصر مثلا. مصر اللي هي في يونيو الرئيس السيسي حافظ عليها، ده حاجه محترمه جدا. كان ممكن نتكسر، كان الاهلي ممكن يتكسر في اي وقت، لان احنا بشر والسور بتاعه نزل. يعني لان الرصيف بيعلو 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 فالسور نزل، كل الانديه عملت كده. انا عايز اكد عليك الانتصار او وصول النادي الاهلي بكل الحاجات اللي موجوده فيه ده، في حاجه اسمها مجلس اداره. ما دام مجلس الاداره محمود طاهر وكل المجموعه اللي معاه في حاله الانكسار، مش هقول لك كان يتساب ولا اول واحد، مش هقول لك، لكن في حاله الانتصار اقول له شكرا ليك، شكرا للكيان، شكرا ان انت خدت الرايه من كابتن حسن حمدي اللي هو اعظم من تولى رئاسه النادي الاهلي في وجهه نظري. ليه؟
لان حسن كابتن حسن حمدي كان تولى الاداره وفوق الناس كلها كانت ممزقه، الشارع ممزق. الاهلي كان الاول له وزراء وله حاجات محبين وناس كبار وله الاهرام وله وله، فجاه الدنيا اتغيرت بعد يناير. بعد يناير خلينا بس نخلص الاربع جمل دول. اذا شكرا لكل واحد بيحاول يحافظ على كرامه النادي الاهلي، شكرا لاي واحد موجود دلوقتي اتحرق دمه عشان النادي الاهلي، مدرب ولا لاعب ولا ولا، والشكر كل الشكر لمجلس اداره محمود طاهر برضه عشان نفتح نفسه، لان الراجل يعني منه ما بيعرفش ما بيرضاش يتكلم، والراجل مش عارف ايه، ما نجيش يعني نعمل فوضى ونقول اصل مش عارف روح الفانيلا الحمراء والكلام ده، لا اسف جدا، محمود طاهر ومجلس اداره النادي الاهلي هو اللي وصل بالنادي الاهلي لهذه المكانه، وعلينا ان نحترم هذا الطرح. رحب بالكابتن حماد المصري. ايه كابتن حماد المصري نجم الاهلي السابق، اهلا بيك يا كابتن. أنا كابتن ميدو أهلا بيك وأستاذنا الحلو الجميل. وحشنا. رب وحشنا. وحشنا. ما تيجي بقى تمسك رئيس اتحاد الكرة ولا حاجة بقى يا حماد. بقول لك مش ادفع اللي عليك، خلي بالك. ادفع اللي عليا ده عزومة لأحسن ناس. اتهام. أنا عليا ليك فلوس لأن أنا عصامي. أنا هعزمك. هات لي بس هادي بيه فهمي ونشوف اللي خلص الموضوع. كمان هادي بيه معاكم في الموضوع؟ حبيبي وصاحبي. كابتن حمادة منور الدنيا يا كابتن حمادة. الله يخليك يا ميدو، ربنا يكرمك يا رب. يعني طمنا كده، احنا بنجيب نجومنا الكبار يطمنوا الجماهير الاهلاويه اللي مستنيه مباراه الاهلي والوداد وقلقانه. لا ان شاء الله باذن الله الاهلي نادي كبير عنده خبرات كبيره، تعود على المباريات والمواقف الصعبه، والحمد لله يعني مجموعه اللعيبه فيها حصل فيها تجانس بشكل كبير مع كابتن حسام بدري، شايف جماهير واقفه معاه مستنده ومؤازره بشكل قوي جدا، اداره حزنه مؤازره برضه بشكل قوي جدا. انا كل اللي عاوزه دلوقتي يا كابتن ميدو اللي انا شايفه بمنتهى الصراحه مش عاجبني من خارج النادي الاهلي. يعني بمعنى ايه؟ الترشقات دي موجوده في خاصه النادي الاهلي. يعني احنا كلنا طول عمرنا النادي الاهلي ترشقات الناس بتخش انتخابات. انما 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 اللي بيحصل الوقت ده مش طبيعي على النادي الاهلي. ده مؤشر صعب جدا على النادي الاهلي. للاسف صح. نمره اثنين احنا كلنا دلوقتي عندنا هدف معين، لابد النهارده نقف شويه على موضوع الترشيحات وموضوع الانتخابات، عندنا هدف كبير جدا، يا ريت الثلاث ايام دولت يعني نصبر شويه، الاهلي عنده بطوله كبيره يبقى مستنده جماعيه من الداخل ومن الخارج، احنا النهارده بنتمنى اللي يتولي صاحبنا الاهلي ان يكون راجل على قدر كبير جدا من المسؤوليه، اعتقد ان الاثنين كبار ونادي الاهلي طبعا اولاده كلهم ما شاء الله على كفاءات عاليه جدا. انما يا جماعه اللي بيحصل ده حاجه جديده عن النادي الاهلي، مش حاجه يعني دي حاجه مستحدثه، النادي الاهلي طول عمره النهارده القوانين بتنزل، بس انا شايف التجاوزات ده ما ينفعش في خدمه الاهلي. والله كابتن حماده والموضوع بسيط وسهل يعني ما فيش حاجه صعبه، انا مش عارف احنا صعبنا الدنيا ووصلناها للدرجه دي ازاي. انا اتمنى من الكبار المهندس محمود طاهر اللي هو رئيس النادي الحالي والمرشح الكبير النجم الكبير الكابتن محمود الخطيب يبقى في جلسه، الجلسه دي لابد الاثنين يرسموا خريطه بتاعتهم، بس لابد المحافظه على هذا الكيان، انا شايف الكيان ابتدى شويه كده في خبط في الرموز وخبط في الناس اللي هي ليها احترامها ومكانتها، وده مش كويس على طبعا احنا زي ما اتفقنا عاوزين نساند الفريق بشكل قوي، بس الاهلي النهارده بيمثل مصر بيعمل طموحات كبيره جدا، لعيبه توصل مثلا كاس العالم، هيبقى في احتكاك جامد جدا بالنسبه للفرقه، وقوام الفريق معظمهم من لعيبه النادي الاهلي. فانا شايف النهارده تركيزنا يبقى على المباراه، بشكر الكابتن محمود الخطيب اللي هو انا سامع ان هو هيسافر يقابل الاهلي في المغرب، ودي حاجه دي خطوه طيبه وخطوه كبيره للنجم الكبير بوجود طبعا المهندس المحترم محمود طاهر، وده هو ده النادي الاهلي يا جماعه، هو ده النادي الاهلي. والله يا كابتن حماده حلو الخبر ده فعلا، دي حقيقه بصراحه يا كابتن حماده. انا مش هسالك في حاجه اكتر من كده، انت اتكلمت كلام يعني اختصرت كلام كتير جدا يعني، ربنا يخليك وشكرا على المداخله الجميله دي، وشكرا على كلامك اللي هو في الجول كابتن. انا والله العظيم وانا جاي قلت انا عايز ادعو كابتن محمود خطيب ان هو يسافر المغرب، ايه المشكله انت تسافر للفريق بتاعك؟ بص هو الخطيب قيمه ما حدش يقدر يعني يقلل منها بطريقه او باخرى، خلينا منصفين، هو كل ما هناك وخلي بالك جمعيه النادي الاهلي الجمعيه العموميه
مش غير قبل لحد الاختراق او خالص. الاعلام كل ده الاعلام ايه؟ احنا بنسمع بعض وبنقعد نتكلم ولا حد له تاثير لانه هو رايح ينتخب مين؟ لا والله اللي بيأثر اللي بيتكلم من ضميره بجد واللي بيتكلم من قلبه بجد واللي بيتكلم عن المصلحه العامه ومصلحه النادي الاهلي بجد. دلوقتي لا خلينا اللي انت بتقوله 10 على 10 انا لما اجي اقول له ان في محمود طاهر عمل 1 2 3 4 وانا بخترع واحد يقول لك لا 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 مش عايزين نتكلم ان شاء الله امال هتتكلم انت بعد اذنك يعني انا كلمت خلينا الكلام ده خلينا بس ايه لا هو في فرق بقى لما تكون مجموعه حقائق قدامك وتسكت الكلام ده مش اسمه ده اسمه حياد الهزامي. انا قلت لما بنتكلم على خضر بنتكلم على حاجه عملها فعلا مش انا يعني. هو عشان كده انا بزعل من حاجه ان بعض ده في اصحابي برضو ايه بي لهم راي مجموعه الخطيب وده حاجه محترمه جدا فبيقول لي كذا بقول له لا كذا ولا كذا كلمتي قدام كلمتك يا سيدي ده في ميزانيه موجوده ما انت في ارقام وانا هلعب في الارقام يعني خلينا يعني بس انت ما تجيش بقى تختصر الراجل خلي بالك مهندس محمود طاهر لو تلاحظ حته الاعلام وفي الاعلام في بعض رؤساء الانديه انت عارف ايه ويطلع هنا ويعمل كده ويعمل كده لا هو بس مش الاهلي له كاركتر لا في فرق لا مش الاهلي الاهلي له كاركتر وهو كمان احترامه برضه ما احترامه النادي الاهلي جاي باحترامه من نفسه بالظبط يعني 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 خلينا ايه كلنا في اتفاق اللي برضه بكررها لك رايه الاهلي استلمها من كابتن حسن حمدي مرفوعه كويس هو عايز يرفعها 10 على 10 وبعدين هو ده بينعكس على مين؟ يعني انت بينعكس على مين؟ يعني خلينا ايه الاهلي بقيمه الجميله وكل الناس اللي بيحاولوا بقدر الامكان انك انت بتبين للمرشح ان انت معاه ومش معاه وبتاع لو انت بتتكلم صح في حاجات قدامك 10 على 10 لكن انت ما تختزلش تقول لك ايه اصل الاهلي مش عارف بمين بتاع انت الحاجات الانتصارات والكره تحديدا فريق الكره وبتاعه ده دفع ده دم قلبه ده ياما تهاجم وياما تشتم وياما المهندس محمود طاهر ومجلس الاداره الحالي وياما حتى ال11 واحد اما سته يمشوا وخمسه هم كانوا السته اللي مشوا كانوا بيراهنوا ان النادي يغرق ولو غرق افرض الخمسه دول ما قبلوش اللي هم التعيين ايه اللي كان هيحصل؟ كان المهندس خالد عبد العزيز هيعين لك ناس ويجيب لك ناس انا عايز اقول الاهلي خلينا كل واحد اهلاوي في حتته بلاش نحط العقد في المنشار بلاش نيجي نثير القلاقل بلاش تخلي الناس كلها تيجي تبص كده منظر الاهلي نشوهه دون ان ندري لا الاهلي فوق الجميع ان شاء الله وان شاء الله ربنا يجيب اللي فيه التسعه خير. ان شاء الله عايز التسعه بعد اذنك يا رب بس يا رب ممكن بعد اذنك لاني محتاجه بسوني حبيبي بس انا حسن هو بس طيب استاذ كمال عامر دايما بتنورني وبتشرفني وشكرا على حضورك اشكر جمالك وشكرا كلامنا كلام جميل جدا ومفيد جدا يعني برضو كلام برضو في الجول زي ما كابتن حماده المصري اتكلم كلام كان مهم احنا عايزين بص احنا عايزين ما نقبلش عايزين نساعد في بناء اي حاجه الهد لا عندك حاجه كويسه منوره نكمل فيها ان شاء الله اكيد يعني دي كانت نهايه حلقتنا انا بس عايز اتكلم دقيقتين مش اكتر الكابتن الكبير كابتن علي غيط كابتن الاسماعيلي كان بيقول ان مفيش حد بيتكلم على اسماعيلي لا احنا بنتكلم يا كابتن ممكن ما تكونش بتتفرج علينا احنا دايما بنتكلم على اسماعيلي ورجوعه واحنا عايزين اسماعيلي يرجع بكورته الحلوه بالدراويش يعني بنتكلم على كل الانديه وبنديها حقها وبالذات كمان لما يكون نادي كبير زي نادي الاسماعيلي اللي راجع وراجع بقوه يا رب يفضل كده ويا رب يرجع يمتعنا تاني بكورته الجميله يعني كوره الدراويش. حاجه كمان كنا اعلنا عن على المسابقه بتاعت تيشيرت النجم الكبير عماد متعب لكن كل التوقعات للاسف ما كانش حد يتوقع ان احنا نتعادل 1-1 ولو حد بعت على صفحه الـ القناه او صفحه الاهلي يا ريت يصور او يعمل سكرين شوت للكومنت بتاعه ويقول لي لان انا قعدت ادور يعني الاف الكومنتات لكن انا وعدتكم ان شاء الله بوعدكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا يا رب يا رب اهو من دلوقتي ربنا يكرمنا في المغرب ان شاء الله ونرجع بالكاس وانا بقول لكم ابعتوا توقعاتكم ونتيجه المباراه اللي جايه وان شاء الله ان شاء الله هجيب لكم 22 تيشيرت ما تجيب 50 من لعيبه النادي الاهلي ولو عرفت اجيب حتى 30 تيشيرت هجيبها لكم ل 30 حد بتوقعوا المكسب ان شاء الله المكسب ودايما بقول لكم قولوا يا رب من جوه القلب ودايما بتنوروني وبتشرفوني ومع الف سلامه ما تجيب 50